صدر عن حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عهد البلاد المفدى حفظه الله مرسوم رقم 72 لسنه 2015 ونص على ان يكون الوزير المعني بشؤون التخطيط العمراني هو الوزير المختص بتطبيق احكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 2015 بشان تحصيل كلفه انشاء وتطوير البنيه التحتيه في مناطق التعمير.